الآن هذه وحصريا الشيلة بمناسبة زواج استديوهات همسة عبد الرحمن حمدي لكل الرفاعي جديد في عالم المنشد فيصل الرفاعي. جديد الزفات يا مرحبا بزمرة الحفلة وقرابة هداد برقة المزون وعد مطرها ترحيب تنبا شحام والعود وطيابه ودلال رجلان مثل الشمس ظاهرها جوال احيا الله الضيف وترحيب نبدابه من صادق قلوبنا وصفي مشاعرها من صادق قلوبنا وصفي مشاعرها يا مرحبا باسمرا عطيب عقرابة عداد برقة المزون عد راعدها ترحيب تنبى شحم وعود وطيابة ودلال رجلان مثل الشمس ظاهرها حي الله الضيف والترحيب نبدابه من صادق قلوبنا وصافي مشاعرها من صادق قلوبنا وصافي مشاعرها في محفل لان شرف الحبابه محفل حمدي والتهاني له نحضرها مبروك عبد الرحمن بالقاف وكتابه جعل السعد طال ايامك وغامرها يا صقر حر على العليا مرقابة رمز المراجل من أصغرها لأكبرها رمز المراجل من أصغرها لأكبرها وأبوك أبو بشار شيخ سمح النابة للضيف لجاهز ما نقعود ناحرها ذخرى القوي والضعيف لا تعز وابة من روس لابن جهنة من أكبرها خوالك أهل الوفاة الدرع والعصابة وقت المواقف ولا تخفى بشايرها ولا دعمك هل المعروف واصحابه روس على الطاية لهدايا منابرها سلام يجينا خير العزوة هرابة قبيلة تنبر فخر محدد يجاكرها يرفعها الدم رجال حرارة وذيابة سقم المعادين بماضيها وحاضرها المعادين بماضيها وحاضرها مثل إذن الفخر والمد وكتابة نفخر بتاريخها وكل مفاخرها يا مرحبا باسم عطيب وقرابة عداد برقة المزون عند رعدها ترحيب تنبى الشحم والعود وطيابة بدلال رجلان مثل الشمس ظاهرها حي الله الضيف والترحيب نبدابة من صادق قلوبنا وصافي مشاعرها من صادق قلوبنا وصافي مشاعرها في محفل لان شرفة الحبابة محفل حبدي والتهاني له نحضرها مبروك عبد الرحمن بالقاف وكتابة جعل السعد طال ايامك وغامرها يا صقر حر على العليا مرقابة رمز المراجل من أصغرها لأكبرها رمز المراجل من أصغرها لأكبرها وأبوك أبو بشار شيخ سمح نجنابة للضيف لا جاهز ما نقعد ناحرها ذخر الخوي والضعيف لا تعد بابة من روس لابن جهنة من أكبرها وخوالك أهل الوفاة الدرع وعصابة وقت المواقف ولا تخفى بشايرها وقت المواقف ولا تخفى بشايرها ولا دعمك